ده كان معانا ملخص واهداف فوز الاهلي على البنك الاهلي بثلاثيه في دوري الجمهوريه مواليد 2005. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه. احنا استعدينا كويس قوي بقالنا يومين، احنا جينا من السفر من اسكندريه، اشتغلنا تاني يوم، اشتغلنا على الماتش ده كويس قوي الحمد لله. لولا كانوا كويسين الشوط الاولاني جبنا جون، والشوط التاني جبنا جون التاني، فالمهم كانت كويسه. الولاد قالوا شويه دخل فينا جون كده غلطه، والولاد عملوا اخر ثلث ساعه كويس قوي، جابوا الجون التالت وكنا ضيعنا كام فرصه كده كويسه. احنا كل ماتش بناخده بنقول للولاد لازم نشتغل كويس قوي على الماتش، وبعد كده نقول الماتش سهل او صعب بعد الماتش. اشتغلنا الحمد لله، خلصنا الماتش من الشوط الاولاني، قلنا لهم لازم نحافظ على الماتش الشوط الثاني، عاوزين نريح اللعيبه، عملت شويه تغييرات ريحت اللعيبه. انت عارفه في ضغط المتوشه الاسبوع دوت، لعبنا ثلاث متوشه ففي ضغط على اللعيبه جامد قوي. ان شاء الله عندنا ماتش يوم الجمعه اخر مرحله في المجموعه الاولى، بعد كده نخش المرحله الثانيه ليها استعدادات ثانيه. ان شاء الله هيبقى المتوشه رايح جاي ما بين الفرقتين، فان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه وناخد البطوله باذن الله. والله الحمد لله احنا فزنا عشان كلنا تعبنا، واحنا كنا مستعدين للماتشات دي من بدري. احنا كنا عندنا الجمعه اللي فاتت ماتش وده ماتش فما لحقناش، بس استعدينا كويس والكابتن سيد كان مشتغل معانا والحمد لله قدرنا نفوز النهارده. هو دايما كل المتوشه اذا كان الماتش سهل او صعب بيقول لنا لازم الثلاث نقط، احنا لعيبه كويسه، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى يخسر او يتعادل، لازم نكسب. والحمد لله احنا بنكسب، وهو ادينا تعليمات واحنا بننفذها والحمد لله كسبنا النهارده. احنا مستعدين طبعا من اول الاسبوع، بالذات ان احنا الاسبوعين دول عندنا ثلاث ماتشات، او في اسبوع واحد معنا صح عندنا ثلاث ماتشات، فبنستعد كويس جدا للثلاث ماتشات والحمد لله ماشيين كويس في الثلاث ماتشات. يعني فاضل لنا ماتش بس يوم الجمعه وبعد كده نخش على الدور الثاني. الشوط الاولاني هم كانوا بيلعبوا بخمسه مدافعين، فاحنا كان مطلوب مننا ان احنا نخلص الشوط الاولاني 1-0 عشان نطلع مرتاحين وننزل الشوط الثاني مرتاحين اكتر. الحمد لله احنا مستعدين كويس من اول المباراه، احنا لاعبين ثلاث ماتشات الاسبوع ده، لعبنا ماتشين وان شاء الله عندنا ماتش الجمعه الجايه. الحمد لله عملنا ماتشين كويسين الماتشين دول، وبنستعد ان شاء الله الماتش الجاي ونبدا الدور الثاني ان شاء الله. الكابتن سيد يعني بيقول لنا احنا فريق كبير النادي الاهلي، بنلعب دايما على المركز الاول، لازم نلعب على المركز الاول ونستغل الفرص اللي تجيلنا، اهم حاجه عشان ننهي الماتش من بدري. Oh,